السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بداية اهلا وسهلا بالصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر خبر محترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. فاذا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. بدون اطالة الكرام، ندخل مباشرة الى صلب الموضوع ونشارك معكم الخبر الاول، والذي يتعلق بيوسف بلايلي. يوسف بلايلي اعزائي الكرام، كما يعلم الجميع، كان لاعب في البطولة الفرنسية عبر بوابة نادي بريست الفرنسي. حدث له بعض المشاكل وخرج من هذا الفريق، وذلك بفسخ عقده مع الإدارة، وأيضا توصلوا إلى حل يخدم الطرفين. وبطبيعة الحال، يوسف بلايلي فاجأ الجميع من بعدها ببقائه في نفس البطولة وفي نفس المستوى، ولكن مع نادي مغاير، ألا وهو نادي أجاكسيو الذي ينشط في الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي، والذي حاليا هو أفضل يعني في الترتيب الخاص بالدوري الفرنسي من نادي بريست الفرنسي. ولكن أعزائي الكرام، أكدنا سابقا، وأيضا حفيظ دراجي والعديد من المحللين وأيضا التقنيين أكدوا باللي أنه الموهبة الخاصة بيوسف بلايلي لا تكفي، بل نقولوا باللي أنه هذا اللاعب احترافي، لأنه الموهبة كاينة، ولكن تسييره للمشوار الخاص به يعني فوضوي وأيضا غريب جدا. فلهذا والد يوسف بلايلي أعزائي الكرام رد على المنتقدين بتصريح قوي جدا، حيث صرح قائلا: فضلنا الجانب الرياضي على المالي، ويوسف بلايلي تلقى عرضا ضخما من السعودية. فضلنا نادي أجاكسيو لكي يبقى يوسف في المنافسة، والوالد دائما يريد الخير لابنه، وهذه الصفقة يعني أفضل يعني رد على من اتهموني. وطبعا مؤخرا اتهموا والد يوسف بلايلي، والذي هو يعتبر وكيل أعماله، لأنه همه الوحيد هو المال، وما يهموش يعني المشوار الخاص بابنه وهو يوسف بلايلي، خاصة أنه متقدم في السن. ولكن أعزائي الكرام، معظم الجزائريين وحتى المحللين والمعلقين والتقنيين والنقاد أكدوا بأن والد يوسف بلايلي همه الوحيد هو المال، مع كل احتراماتي له. ولكن والد يوسف بلايلي رد يعني بطريقته الخاصة، قال باللي أنه وصلتنا العديد من العروض، من بينها يعني بعض الأندية السعودية، وصلنا يعني عرض فلكي، ولكن رفضناه من أجل أنه هذا اللاعب يبقى في المستوى العالي. فما هو رأيكم أنتم الزاهران في صندوق التعليقات؟ بالنسبة للخبر الموالي الزاهران يتعلق بنفس اللاعب، ألا وهو يوسف بلايلي. مؤخرا يعني يوسف بلايلي كيتعاقد مع نادي بريست الفرنسي، وصلتهم العديد والعديد من الاشتراكات والعديد من المتابعات من طرف الجماهير الجزائرية المحبة للاعبيها، من بينها يوسف بلايلي. بعد فسخ العقد مع بريست الفرنسي، مباشرة انسحبت الآلاف ومئات الآلاف من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي بريست الفرنسي، ومهمة الجزائريين في دعم لهذاك الفريق أعزائي الكرام المعين، ألا وهو نادي بريست الفرنسي، انتهت بعد فسخ عقد يوسف بلايلي. فهم حبوا يعني كي جاوا العديد من المشتركين، لأن النادي كان صراحة أعزائي الكرام ما عندوش هذيك الشعبية الكبيرة، ولكن بسبب تعاقدهم مع لاعب جزائري ولات عندهم شعبية كبيرة. ونفس الشيء حاليا ينطبق على نادي أجاكسيو. مؤخرا أعزائي الكرام، أضيفت العديد والعديد من الجماهير الجزائرية للصفحات الرسمية الخاصة بنادي أجاكسيو. فمن القدامى أعزائي الكرام، إذا راح يفسخوا العقد، حاجة بين أعزائي الكرام، راح يعني الجماهير الجزائرية تنسحب وتسحب اشتراكاتها ومتابعتها لهذه الحسابات الخاصة بهذا الفريق. ننتقل الآن إلى الخبر المولع أعزائي الكرام، والذي يتعلق بأحد لاعبي مزدوج الجنسية، ألا وهو ريان شرقي. ريان شرقي أعزائي الكرام مؤخرا يعني كان في تصريح له بالفيديو، مؤكدا باللي أنه لحد الآن ما زال يعني ما خممش واش يختار منتخب الجزائر أم منتخب فرنسا. ولكن كان عنده تصريح مؤخرا لقناة RMC، يعني كشف لنا ما يريد هذا اللاعب في المستقبل، واش مثل المنتخب الجزائري ام المنتخب الفرنسي. وحنا نعرفوا باللي انه هذا اللاعب اعزائي الكرام، اداره نادي ريال مدريد الملكي راها تشوف فيه كريم بنزيما الجديد، وان القدامى اعزائي الكرام ممكن انه مستواه يتطور ويعني يلحق مستوى كريم بنزيما، الذي حاليا هو راه يعني يستحق جائزه البالون دور. فهذا اللاعب اكد قائلا اعزائي الكرام لجريده ليكيب منذ ايام، قائلا ان يعني احاول ان استغل اي فرصه تمنح لي، سواء مع المنتخب الفرنسي أو مع نادي أولمبيك ليون، من أجل صناعة الفارق والتأكيد على امتلاكي للمؤهلات اللازمة لكي أكون حسنا. بطبيعة الحال، أسعى لإخفاء حالة القلق التي أشعر بها عندما لا ألعب كلاعب أساسي، ولكن أعتقد بأن ذلك يبدو وبدأ يطفو للسطح بشكل جلي، ولا يمكن التغاضي عنه مستقبلا. طبعا الذاكرة راح يقول حاليا باللي أنه راح يكره ويعني يغضب كما ينالش الفرصة كلاعب أساسي مع المنتخب الفرنسي. ركزوا مع المنتخب أعزائي الكرام، قال باللي نكره كما نلعبش مع المنتخب الفرنسي وما يعطيونيش الفرصة، ولكن بالماضي أعزائي الكرام منح له الفرصة باه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري،
وكان عنده شرط وحيد وهو تغيير الجنسيه من الفرنسيه الى الجزائريه، ومرحبا بك تلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن يعني تكون تقدم مستوى كبير، يعني مش انت في أسوأ مستواك وراك باغي تجي ليكيب ناسيونال. ولكن هو راح يقول حاليا باللي انني راني كاره كي مارش يعطيوني الفرصه مع منتخب فرنسا، ولكن هو ينتظرها ومتمنيها بفارغ الصبر. ولكن مع المنتخب الوطني الجزائري مالغريب الماضي اعطاه فرصه واعطاه لجميع لاعبي مزدوج الجنسيه، ولكن لحد الان ولا واحد فيهم تحرك على الزيكرام وغير الجنسيه نتاعو من الفرنسيه الى الجزائريه. حتى هذا اللاعب الزيكرام يخطو خطوات امين غويري الذي تفكيره منصب فقط على منتخب فرنسا، ويعني 0.01% عنده امكانيه باه يمثل المنتخب الوطني الجزائري. تفكيره منصب يعني باه يمثل منتخب فرنسا وليس الجزائر. قال لانه احاول ان استغل اي فرصه تمنح لي سواء مع منتخب فرنسا او مع نادي اولمبيك ليون. لم يذكر الجزائر، هذا الشيء طبيعي الزيكرام، وكذلك يعني قال باللي انه راه يكره كما راهش ينال المكانه الاساسيه، مالغري انه عنده خيار راه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري الزيكرام، وقادر يلعب مع المنتخب الاول، قادر بالماضي يستدعيه، بالماضي استدعى ايلان كيبار مؤخرا على الزيكرام، واستدعى يعني اسماعيل بن ناصر كان صغير في السن، حتى هذا اللاعب الزيكرام قادر يستدعيه، ولكن هما اللي ما راحش حابين يجوا ليكيب ناسيونال. بالماضي قالها سابقا، القانون واضح، اللي باغي يجي للمنتخب الوطني الجزائري يغير الجنسيه نتاعو ونديروه في القائمه الموسعه ونشوفوا المستوى نتاعو اذا تطور ولا لا فراح نجيبوه، ولكن ولا واحد تحرك مؤخرا. ننتقل الان الى الخبر الموالي، الخبر الموالي يتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم وكذلك الاتحاد الجزائري لكره القدم. مؤخرا يعني واش رعدنا في الاتحاد الافريقي لكره القدم من عناصر جزائريه، عندنا فقط شرف الدين عماره الذي كان رئيسا للاتحاد الجزائري لكره القدم السابق، واحنا ماذا بينا اعزائي الكرام واكدنا لكم سابقا ونعاودها في هذا الفيديو، هو انه المنتخب الوطني الجزائري يجب عليه حمايه نفسه يعني من داخل الهيئتين، وقلناها سابقا باه نحميو المنتخب الوطني الجزائري تحكيميا لازم نديرو اعضاء جزائريين داخل الاتحاد الافريقي وداخل الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هو الفيفا، لازم يكون عندنا اعضاء داخل الفيفا والكاف، والعضو الوحيد اللي عندنا في الاتحاد الافريقي لكره القدم هو شرف الدين عماره. ولكن مؤخرا صرح يعني جهيد زفزاف وبقرار جديد لانه يريد زرع يعني اعضاء جزائريين داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. بدينا على الذاكره، يعني هنا اعجبني جهيد زفزاف على الذاكره يعني في خطواته القادمه، لانه رئيس الفاف حسب هذه المصادر يعني اكد وراسل الاتحاد الافريقي لكره القدم لتعيين عضو اخر في لجنه الماليه خلفا لشرف الدين عماره. عندنا يعني شرف الدين عمار حاليا راه في اللجنه الماليه، ولكن جهيد زفزاف يعني طالب الاتحاد الافريقي لكره القدم بفتح مناصب اخرى للجزائريين في الهيئه الافريقيه. وطبعا اعزائي الكرام ماذا بينا، وانا نتمنى انه هذه الرساله توصل لبيت القصيد الا وهو جهيد زفزاف، يزيد يراسل الاتحاد الدولي لكره القدم ويزرع يعني اعضاء جزائريين في الاتحاد الدولي لكره القدم، لانه ما عندناش، لانه حاليا ما عندناش. الاتحاد الافريقي كان عندنا واحد، وفي الاتحاد الدولي ما عندناش، فانت كيفاش عزيزي الكريم انه كي يعني كي تكون يعني مؤامره ضد المنتخب الوطني الجزائري، كيفاش راك باغي تقدم الحمايه لنفسك؟ ما راحش تقدم الحمايه لنفسك. علاش يعني باكاري قاسما ما دولوش لبعض المنتخبات الاخرى، فقط للمنتخب الوطني الجزائري، لانه حبوا يطيحوها، كذلك الحلقه الاضعف افريقيا، ما كانش كون يدعم في الكواليس منتخب افريقيا. مصر على الذاكره عندها العديد من يعني الاعضاء، المغرب عندها العديد من الاعضاء، فوزي القجع هو اخطبوط الاتحاد الافريقي لكره القدم، عنده العديد من الايادي داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، وحنا باه نافونسيو على الذاكره من القدام ونحميو على الاقل المنتخب الوطني الجزائري 50% تحكيميا، لازم يكون عندنا اعضاء جزائريين داخل الاتحاد الافريقي، وان شاء الله هذه فقط البدايه من جهيد زفزاف، ومن القدام يعني راح نزيدوا نزرعوا اعضاء جزائريين بمناصب تكون حساسه. حتى باتريك موتسيبي على الذاكره يعني حار كي جا الجزائر قال لجهيد زفزاف يعني انتوما يعني وقتاش راح يكون عندكم اعضاء داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ الفيفا كذلك يعني حايره كيفاش يعني ما عندناش اعضاء داخل الاتحاد الدولي لكره القدم. نقول لكم علاش، لانه يعني الانسان اللي يبغي يترشح منا من الجزائر يضربوا فيه ليباري، يعني يهضروا فيه يبعثوا بالدوسيات للكاف باه يرفضوا يعني قبول هذاك الانسان الجزائري اللي حب يخدم ويعني يكون عضو داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. لازم ندعموا بعضنا، لازم نآزروا بعضنا اعزائي الكرام باه يعني ما تزيدوش يعني نشوفوا غلطات كما اللي درناهم سابقا. يعني باكاري قاسما ما خلفه في ملعب مصطفى التاكير، لازم تكون درس كبير للاتحاد الجزائري لكره القدم ولايضا الجمهور الجزائري وللمنتخب الجزائري بصفه عامه. ما راناش باغيين نفس السيناريو يتكرر،
يعني هذا السيناريو شفناه مع كوفي كوجيا، تكرر مع باكاري غاساما، باغي نضع حد لهذا الامر. ما رانيش نقول فقط التحكيم اللي اثر على المنتخب الجزائري، كاين العديد من الاسباب الاخرى اللي كانت تاثر على المنتخب الجزائري. لو كان الخساره تجي فقط يعني من بين اللاعبين بدون يعني امور اخرى خارجيه، انا ننتقد المدرب وننتقد اللاعبين، ودائما كنت ننتقد بانتقاد بناء اللاعبين والمنتخب. ولكن حاليا كاين بزاف حاجات على الذاكره من كونتر ليكيب ناسيونال، من ابرزها داخليا عندنا كولسه داخليه. المنتخب الجزائري كيروح يلعب مباراه هنا في البلاد على الذاكره، الارضيه تكون مخربه وقبلها باسابيع تكون في حله جيده. ما تقول لي لا عوامل مناخيه لا والو، راه عندك تقني العشب، راه عندك بزاف اعضاء راهم ساهرين وعندهم خدمه في المناصب نتاعهم باه يحافظوا على ارضيه الميدان، ولكن ديما نجبروها خاسره على الذاكره فقط باه ياثروا على المنتخب الجزائري. ملعب سيدي موسى مؤخرا على الذاكره اللي هو مركز التقني للتدريبات شفناه سيء، حاله مزريه. فاحنا ما فهمناش، احنا عندنا حاليا كولسه داخليه وخارجيه، وباه نقضيو على هذه الكولسه لازم يعني نقضيو عليها داخليا، من بعد كما قلنا نزعوا اعضاء داخل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم. وعلاش راني نقول ونركز باه يعني يتحقق هذا الامر؟ لانه احنا كي طالبنا باه نغيروا باكاري غاساما وكذلك جوشوا بوندو في المباراه الفصيله ما قبلوناش، الكاف ما قبلتش، الكاف ما حبتش تبدل لنا يعني باكاري غاساما وجوشوا بوندو. ولكن لو كان كانوا عندنا رجال صح داخل الاتحاد الافريقي والكلمه نتاعهم مسموعه راح يغيروا لك على الذاكره، ولكن الله غالب ما كانش اللي كان يوقف مع المنتخب الجزائري انا ذاك. بالنسبه للخبر الموالي في عجاله الذاكره، بغي نحتفل صراحه بنجمنا الدولي الجزائري ادم والناس الذي حاليا راه يلعب في البطوله الفرنسيه، مؤخرا انتقل الى نادي ليل الفرنسي بعدما كان يلعب في البطوله يعني الايطاليه عبر بوابه نادي نابولي. هذا اللاعب سجل هدف جميل جدا في يعني الدوري الفرنسي مع فريقه ليل، وطبعا توج هذا اللاعب بجائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر، وهدف كان مستحق 100% أنه يتوج بهذه الجائزة. ألف مبروك لهذا اللاعب. وبعض الأحصائيات اللي بغي أيضا شاركها معكم حول هذا اللاعب، أدم الناس أيضا كان هو صاحب أكبر عدد من المراوغات لكل مباراة. هذا اللاعب الذاكرة من الأكثر مهارة والأكثر تنفيذا للمراوغات الناجحة، وهذا يعني وهذا بشهادة الرابطة الفرنسية لكرة القدم. مزيدا من النجاحات إن شاء الله لهذا اللاعب. وحنا كي كنا نقولوا باللي أنه اللاعب راه يعني يدفن حرفيا الموهبة نتاعو في نادي نابولي ما كناش غالطين، هو انتقل إلى نادي ليل الفرنسي وراه يتحصل على المكانة الأساسية. شوفوا أعزائي الكرام أرقام أهداف جميلة تسجل في الدوري الفرنسي من أقدام هذا اللاعب، وهذا يعني شيء إيجابي باه يدير منافسة بينه وبين يعني رياض محرز. رياض محرز كي راح يشوف منافس ألا وهو أدم الناس، حتى هو أعزائي الكرام راح يعني يخدم خدمة شابة في التيران باه هو أيضا يعني يكون عنده منصب في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. فلازم على رياض محرز أنه يكون عنده منافس قوي ألا وهو أدم الناس اللي حاليا ما شاء الله عليه راح في الطريق الصحيح. إذا كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.